بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكبر الله بأن آيات سديت هي سديت إلى آيات ثلاثة هي أفر وسورة النساء آيات يهر وحيها وإذا حييتم بتحية ليل إلي السلام فحيوا بإحسان منها أردها تكفي عن العلية أما يدي وكله الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة بركة حق الكتاب نادون فما لكم محايدين أهالي وليدهم فأتين لبكوا حوض أعطوا النقطين في المنافقين في أمر المنافقين المنافقين في أمر كان والله ألا أركسهم هوسبوا علي ومرتبدي أي تشوغين هوسب أيها النقطين وقال لماذا بكل حال دارانين بسبب ما شيء سببتي كسبوا عيشة قيستين والدنب أتريدون موحاد دون إسان أن تهدو إلى خانون إسان وخانون كعكمتان من أحد أضل الله ألا لمي ومن يدلل الله ألا وحو لمي فلن تجد أهل ميس له قفك سبيلا والضوء حق حقا مركي أحد يا منافق تدفع ربنا بأدبه النغضي صحابة قالوا حي لهذين وقال وان لينين قارنا وحي لهذين قال ما هو مؤمنين ينا لين كل كسال محمد قد دوريسا إلهي دد يدب علي هوسو دغاي او حق يدب وان نقدو دغال في كان نقدي حد كغه مرميسا مددان مؤمنين هين اون هانو سنين با ايدينكو وي هانو سنين هي ليدين هانو كو شيغيسا وي دود ساسه فما لكم حيدين هذا يوم فئتين لبا فرقه ادو نقطتين لبا كوهود في المنافقين في أمر المنافقين منافقين تأمر كذا وقالنا أوليهن والله إننا وقالا قالنا أوليهن ومؤمنين إلهي بأك والله الله أركسهم هوسو دقي عليي دبو عليي وحقي فعلي بسبب ما كسبوا وحي شقيستين الدنب السبب تيس اللي الدنب قمركو يمادو إلا لي ماد الدنب وصيبتا أتريدون موحدون إسان أنت هددو إنا الهنون إسان من أضل الله قفأل المية قفأل المية ومؤمنين أترها المية أتربتها قفأل بالمية مرك قف ضلال كتيرة أدوها أمان ومن يدلل الله قفك ألا المية وحكم إنه اللمه فلن تجد أهل ميسي له قفك سبيلا والضحقة ودو حيث عليهم لو تكفرون أهداد قالوا ذا كما كفروا إيه سيء قالوا بين وفتكونون آدهاتان سواء كوسمن يجي إذن كو أرسل قال نقطان فلا تتخذوا هكيا لنا من حقود أولياء صاحبه هكيا لنا حتى يهاجروا إلى إسوه جلودان في سبيل الله ألا درسوا إسوه جلودان بلد كفر ككي مادان فإن تولوا هدي جيستدان وحق كجيستدان فخذوهم قبقبتا أو قفاشا واقتلوهم لايا حيث وجدتموا مياسات كهشام ولا تتخذوها كدغان من حقود وليا صاحب كالميه ولا نصيرا غرغاله الله عليه سبحانه وتعالى ددكا غالده ددكا منافقين تيدو قادنين انسان اد كمرسن تيهم وحي بجعلين ايغو ناد اسلا غاله نقطان او سيدودو كاله اد غاله نقطان قف وحو مركو كجيرو ان وها صاحبه هلو ربا مركا صاحبها كدغانين الى اي soo hijroodan hijradu walaba hijra marka laga hijroodo madiina la tago zamankii nabiga dhamaatay markii laga qabsaday bay taa dhamaatay hijrada ee baytul kufri laga hijroodo oo islaamka loo hijroodo ila hadda way jirtaa wadu waxay jecel yihiin kuwa gaaladeed idinku umurmay ku murmaysaan loo tagfuruna haddad gaalowga kama ka faru siday iyagu u gaalowdeen أو فتكونون أرهاتان سواء كوسمن إسكو من نقطة لصاحبك وحجعلي هاي تدفر بدن صاحبه فلا تتخذوا هكذا لغنين منهم قال هذا حقونا أولياء صاحبه هكذا لغنين حتى يهاجروا إلى يسوه جلودانو أي حق مدينة يسوه جلودانو بيت الكفر يكسوه جلودان في سبيل الله ألا الدرسين أسوه جلودان يغن تنكال الهي فإن تولوا هدي جيستان فخذوهم قبقبتا واقتلوهم لايا
حيث وجدتموه ملك صدقسا ولا تتخذوها كدغننا هكيلنا منو حقود وليا صاحب ولا نسينا غرغاره وح غرغاره هكدهينا انا لا صاحبنا قال هبل صاحب سيدي سبا الا الذين قوه مويه ولا لينين معنى يصلون لحديده الى قوم قوم بحديد لليهم قوم كاسو بينكم وبينهم ايدينك يغا دخلودا ميثاق بلن اي تاي بلن بدليو او اما سجاؤكم اليهم حصيره صدورهم يوم قلبكم عريريه عريريه هي عريريه هي روك عريريه هي اي يقاتلوكم اذا كان ان ان لا دغالمان وين ابيهم او يقاتلوا قومهم تلقوا ان لا دغالمان وين ابيهم ولو شاء الله الله ضدهم لصلدهم واذا قدر الله عليكم ترتين دشين فلقاتلوكم واذا لا دغالمان يعني ددك نبت قليه ديبه waa laba qolo labada meeshana guud ahaan qolo ballan aad leedahay qolada xidiidka la leh halaynina ilaa ballan ciba jabinaysan qolo idinku ballan idin la leh iyo xidiid la leeyahay oo tol leeyahay qolana waxa weeye iyagoo meesha waxa yimaadeen qalbigoodo inay dagaalamaan labada dhinac midna la dagaalamaan waa qoladii Bani Hashim qoladaas oo Abbas bin Abd Muttalib uu kamid ahaayo Quraysh way soo raaceen qasabay ku soo raaceen markayna Quraysh la dagaalamaan marhaba نبي الله محمد يدد كيس إني لا دجال المرتبان آد بيوقعين ولا ظل الله إن ماي الله عليه إلا الذين قوة موي ما سوى حلقة صيصنون الله ينتع لا يسأل الله مدين إلا الذين قوة موي يصلون الله حريرية إلى قوم قوم وبينكم وبينهم إذن كي يلا دحضارا فساقم بلاني أي تاي كوالين مسا أو أما سجاؤكم إذن يمد حصرت يدو العديد ينتهي سدورهم قلبي الكود أو يكحوا يهين أن يقاتلوكم إنا إذنك إذا لن تقالما أو يقاتلوا قومهم تلقوا لن تقالما لماذا ويكوكوا على الله إنهي ولو شاء الله الله حدود دونه لصلدهم وإذا كدر له عليكم بسين فلقاتلوكم إذا لن تقالما معناه وحال لقوضا ذاتك أن إذنك تقال إذن لسبي إذا ذاتك بلنت لإذن حريك الله هذا الله دونه وإذا كدر لها marka maadaama in idin laba dagaalamaynin idinku faraha ka qaadan way fayn ixtazalukum dadkaas oo haday idin ka dheeraada oo in idin soo hujumin oo falam yuqatilukum ayna idin la dagaalamin oo alqaw ay soo ridaan ilaykum xaqiina assalama nabad galiya ay soo dhiibaan assalama wala aqdi nabad galiya ay soo dhiibaan oo ilaahay war nabad galiya anagu dagaal ma rabno fama ja'ala allahu alla umayil lakum idinka aydu sabila wadaad kullaysa iyagu dagaal idinku ma soo qaadin way idinka fogaadeen meesha joogtaan way ka fogaadeen dagaal idinku ma soo qaadin heshiisna way idin sheegan wadaanagu nabad galiyo yaanu rabnaa bay ilaahay wadaad dadka kullaysaan ma jirto way ud ku daldaansataan fayni tazalukum haday idinka dheerada oo falam yuqatilukum idin la dagaalamin والقوا أي سور ديبان إليكم حق إن السلام أن بتجلي سور ديبان فما جعل الله ألا أمي إذن ميل لكم إذنك سبيلا وضاءت خلد قال أنتم عليهم دشان ستجدون وذهلي سان وأركس آخرين قوة كلا يريدون الدنيا أن يأمنوكم إن إذن آمن جليا ويأمنوا قومهم قوم كودن آمن جليا كلما ردوا مركز اللوع لي إلى الفتنة oo gaaladii ay dib ugu noqdaan urki suuq wala azili hoos baa loo riday fiha fidana dhexdeeda urki suuq waa lagu xeel dheereen way galayaan fiha fidana ee filim yahtajiluk hadayn idin ka dheeraan idin ka fogaanin oo yulqoo ayna sidin walama yulqoo halka hore ku cadfantahay ilaykum xaqiina assalama nabad galiyo oo yakufu ayna manciin aydihum gacmahooda fakhuduhum qabqabta waqtuluhum laaya حيث ثقفتموه ملك صوت كهشان وأولئكم كواس جعلنا وانو يلي لكم إذنك عليهم صدر السلدان الحجم بيننا عادت كل إيسان وحاولي قلدي قلو حاجر ساه إذنك إني إذن آمن قليان دوني طول كورني إني آمن قليان دوني قلدا سوا قل قلبي تلع سنو هذا قال لماذا يدب أغن نقضان قال لماذا هريكو يكفي دنوبيا مركا كوا داية كوا aan doonayn in labada dhinacba inay midna la dagaalamaan gaalimadii dib ha ugu celinayn haday dib u noqdaan dagaal bay wax ka soo qaadiyeen qolada faraha ka qaad hadii kale oo dadkaasu idin ka dheeraan waayaan
oo ay nabadgelyo keen waayaan oo gacmahooda idin kan laaban waayaan abaal kood ka dhargiyo wa satajidun wadaylaysan aakhariina kuwa kale yuriduuna doonaya an ya'manuku inay idin amni galiya wa ya'manu qawmuhum tulkoodna amni galiya kullama tuddu markasta oo loo celiyo ilal fitnati oo gaaladii ay u tagaan urkisu wal way galayaan weey waa la galin weey waa urkisu way galayaan way ku noqonayaan fiha fitnati fiilku waa majhuul urkisu way ku noqonayaan weey marka misma laga dhigin ee fa ilam yaxtajilukum galooyinka dhawrki hadayna idin ka fogaanin oo yulqu walam yulqu halka hore ku aadfantahay ayna fidin ilaykum xaqiina assalaama nabad galiyo oo ina nabad idin diibin oo way ku fu ayna manciin aydihum gacmahooda oo hubka idin soo qaataan fakhuduhum laaya oo qafasha fakhuduhum qabqabta oo qafasha waqtuluhum laaya haysu saqiftum meelka soo ka heshaanba ulaayka kuwa jacalna lakum waan idin sameynay sultaanan xujo mubiina nucaad calihim dushoor kuwa warna dagaalami kartaan weyn wamaa kaana ajiib wamaa kaana uma sugna limu'minin qof mu'mina an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min kale ilaa khabaan jaf mooyaane waman qatala qofkii dila mu'minan mu'min khabaan jaf u dila fa calayhi dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xoreynteed mu'minatin oo mu'minada iyo wadilatun mag musallamatun loo dhiibay ilaa ahli qaraabadiisii ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooye way cafiyaan mooyaan qof mu'minihi qof mu'mina khadamaysi kale ukasiyuna u dilin marka khaduuna waxa weeye waxyaabo fara badan bilmetal adigoo gaalay wax islaynaya yaa xabadii aad gaalada ku waday baa ruux muslima ku dhacday ama meel aadan ogeyn baad xabad ku rido ruux bay ku dhacday ama waxa weeye ismoojis baa dhacay waa sidaas oo kale mar hadduu ruuxi khadaa ku dilo ninkii qisaas lagu malay magbuu bixin magtaasu waa xuquuqdii qaraabadiisa kafaarana wuu bixin kafaaradaasina waa xaqullah marka hadduu khadda u dilay ilaahay xaqi saddex xaq baa kii ku waajibi saddex xaq baa ka waajibi xaqullah xaqul waras iyo xaq iyo xaqa mayt marka hadii khadda loo dilay hadduu qofkii kafaarana bixiyo xaqullaahi ah magtiina bixiyo xaqul warasa xaqii maytka in laga dhaafa rajigu weyn laakiin markuu uu kasu dilo waa inoo iman doontahay xaqullaahi markii bilmetal haddii laga cafiyo ama la qisaaso xaqii wuu ka dhacay xaqii maydka weli u laaban qiyaamaha intuu yimaado oo uu qabsado isagoo dhiiggii ku yaallo yuu dhihi yaa rabbi is'al bima qatalani wuxuu igu dilay bal weydii waa qiyaamaha wey waa uu kas weynoo iman doona wamaa kaana awla ma aha mana fiicna lmumin qof mumina awla uma aha uma banaana an yaqtula inuu dilo mu'mina qof mu'mina ilaa khadaan qof mooyaane waman qatala qofkii dila mu'minan mu'min khadaan qof u dila fa taxriiru fa calayhi dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xoreynteed ma hayna inagu taa maanta mu'minatin oo mu'minad iyo wadiyatun mag musallamatun loo dhiibay ilaa ahlihi reerkiisa ilaa an yasadaquu inay ku sadaqaystaanoo ay saamaxaan mooye fa in kaana hadduu ahaaday mu'min kaa la dilay min qowmin qowm caduwin oo cadow u ah lakum idinka cadowdiin ah isagu waawana mu'minu wey qole aada cadow isutihin buu ka dhashay laakiin waa mu'min fa in kaana hadduu ka ahaaday min qowmin qowm caduwin cadow lakum idinka idin ah waawo isaguna mu'minun mu'min weeye fa calayhi kii dila dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xoreynteed mu'minatin oo mu'minad waxa weeye qoladii mag male magtii la siin lahaa waa gaalaba qoladii idinka dhaxayso wain kaana hadduu ka ahaaday min qowmin qowm baynakum dhexdiina iyo baynakum wa baynahum idinkii isaga dhexdood misaaqun ballan fadiyatun diyaa la siin musallamatun oo loo dhiibi ilaa ahli dadkiisii iyo taxriiru raqabatin qoor xoreynteed mu'minatin oo mu'minada faman lam yajid qofkaan helin wuxuu xareeyo fa calayhi dushiisa waxaa siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni oo israacsaacsan
tooban toobow way min Allah ka ahaa labada bilood israacsan ba layni hal habeena hal maalina ma afuri karo dibdaan haduna jirin haduu cudur daalaan afuro hadan uu soo cusboonaysiin toban maalmood isagoo soobay buu afuray cudur daalaan uu soo cusboonaysiin gabdhaha wax dilay xaylka iyo waxaas waa cudur daaro soo cusboonaysiin mahayaan halkii ba ka sii wadaya marka ninkan kuma taalo kii hore waa nin reerkoodu cadaw yahay laakiin mu'min ninkani mu'minnimada laguma sheegin qolo idinkii iyaga dhexdooda ay ballanay tahay buu ka dhashay baa leeyahay marka haduu waa dimbi buu ka soo qaad marka dimbiga culimadu waxay leeyihiin islaamka la magma aha uu ka magyar yahay uu ka makoosaya marka meeshan dimbigi inay tahay bay u dhowdahay islaamnimadiisii lama sheegin mu'minnimadiisii lama sheegin ka mu'minka aqaladooduna gaala tahay oo ballan ayna la lahayn cadow waa la sheegay kana waa nin dimmi ah oo qoladooda ballan aan la leen in kaana haduu ka ahday qowmi qowm qoladaas oo baynakum wa baynahum idinkii iyaga dhexdooda misaal ku ballan ay tahay nabadgelyo fadiyatun diya ah alayhi dushiisa ninka musallamatun loo dhiibi ilaali feerkoodi iyo tahriiru raqabati qor xoreynteed adoon dee mu'minatan oo mu'mina faman lam yajid khufkan helin adoon buu waayey oo lacagteedii buu waayey ama meel uu ka bixiyo waayey fa siyaamu shahrayn laba bilood soonkoodu mutataabicayn inaga soonkaasi uba hadda inoo jira tawbatan tooba xaaluhu ay tahay min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wallaah wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman kii og xakiiman falsan marka innaga maanta ma hayna adoon adoon mu'mina ah ayuu horeynaya nin baa lagu yeeshay kafaaro gabadh adoonaha madow buu u keenay nabiga markaasuu wuxuu ku yiri waa xadiis saxiixa anigu cabdinaasir ahaan malihi nabiga ku yiri ayna allah allah xaguu jiraa fi samaa'i baytay anigu maxaan ahay buu yihi rasuulullaahi baa taabuud waa mu'minada xoree buu ku yidhi nabiga malihi ayna allah iyo fi samaa'i anigu malihi nabiga hortiisa lagu leeyahay sidaa nabiga hortiisa weeye waxa lagu leeyahay lama dhihi karo wadaadkii baa sidaa lahaa lama dhihi karo allah wuxuu leeyahay waman yaqtul qofkii dila mu'minan mu'mina qof mu'mina mutacamidan oo kas u dila fajazaahu abaalkiisu jahannamo weeyaan khaalidan wuu ku faari fiihaa jahannama waqadiba allahu alla wuu u cadhoon calayhi dushiisa walacanahu alla wuu lacnadu raxmadu ka dheerayn وأعد له وهو الديار عذابا عذاب عليما هو قفكي قف مؤمن وكشف الدين وأهل النار جهنم أواجبتي لقم يابه إنون العذاب لقم يابه عبد الله بن عباس مسألة آية والتقطة وحليها واصدة آية واصدة لفت هذا آية قفكي قف متعمد أدلة والنار كواروين nimba u yimido wuxuu yiri ninkii nin u ka suudila ma ehlo naad ba maxay tahay tooba malee may tooba malabood marka abdullah ibn abbas barigi dambe uu ka noqday baali marka saalay ninka maxaa saa u tiriyo inuu nin dilu rabay buu wuu la dilo sidii bay noqoto uu ka noqday abdullah ibn abbas marka waxaa la isboob bardhig xeer bani israayil nin kamid ah hadii saxiix oo nabigu ino sheegay nimba 99 buu dilay qof nin suufi ah buu u tagay oo wuxuu yiri tawba ma leeyahay may tawba ma lihid buu isagii boqol kaga dhigay nin caalim ah oo cilmi leh yuu u tagay markaas yiri tawba ma leeyahay tawbada alle iyo adiga maxaa idin kala dhex gali buu wadankii aad sidaa ku samaysay ka tago meel hibla tago halka alle ku caabud buu isagoo tawba keenoo dhexda sii socda yuu wadkii yaa qabtay إلهي سبحانه وتعالى حكمة ديسة لبدي وماشي برسن كودي حقا سؤية طلال طري دا سؤول لعي ملائكة عذاب هي ملائكة الرحمة اسقو قفصتي وحديث صحيح حسير اسقو قياسة ليلي لبدا ما يلد مدو الدواء تاسو إن يرو الدواري وأهل الجنة مركة تاسي هدي جيب سنك هدي بن إسرائيل نين لا إله إلا الله محمد رسول الله ومد محمد يدع سين له دافين نون مركة توبة وولية توبة وولية آياتنا وحلوقة كيدا yaani wuxuu mutay cadawnimada darteed nin qof muumin oo ka suudilay wuxuu mutay naar inuu galo oo ku waaro
يوم تيوان ومن يقتل قف في دله مؤمنا قف مؤمنا متعمدا وكسع دله فجزاؤه حديث ما وحي يعني قف مؤمن الدليل ديس الله وحا أغدب ير الدنيا ذو فقمتا هل قف مؤمن الدليل ديس ومن يقتل قف في دله مؤمنا مؤمنا متعمدا وكسع دله فجزاؤه أبا الكيس جهنم وين خالدا حاله كوار فيها دحداد وغضب الله الله وعرضي وعرون عليه بشيس ولعنه ولعنه وعد له عودي عذابا عديما وكين نريه توبة وليه هاي هدي التوبة لغا أقبل عمل كان وليه مد وحنو مت يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيه إذا ضربتم مركز سعطان في سبيل الله ألا درتي سعطان الدلماتهين فتبينوه بسبع ولا تقولوها بهنا لمن أحد القارث إليكم حقين السلام النبت قليا في ذي والنبت قليا موشيا لست مؤمنا مؤمن مكفز هنا تبتقون إليكم هذين عرض الحياة الدنيا الدنيا ذا حنتها دامانا بدا عدد فعند الله الله وحاء مغانم غنيموين كثيرة نوبنا انت عيبك فوحا سوحيستو يين مانك إذن كغانوين لو سيود بالله شيئا يوم niman duulimaada hoos socda yaani in adii la jeego u yimid markaas uu salaamay assalaamu alaykum buu way iska leeyahay koobay ka siiyeen adigina way soo kaxaysteen nabiga uu keenay warninkan maxaa u jisheen waxa weeye marka aayadu sidaas ay ku timid oo sidaas waa la sheegay waxa kale oo jirta Usama bin Zayd sagood dagaal lagu jiro yaani gaaladii kamidii dad badal laayay oo dhibaato sameeyay markii xeefti lala fuulay walaa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullaah usama kawbu kaga sii markaas uu nabiga markuu yimid buuri kayfa taf'alu billaa ilaaha illa allah maxaad u dishay ma qalbigiisa jeexday buuri qalbigiisa ma aada jeexay waxa ku jira ogaaday marka macnaheedu waxa weeye qofku haduu islaanimo muujiyo waa beenti la dhimaayo isagii allah u taalaayo walla nabad galina ya way ee nabigu kaleey salaatu wasalam markuu duulo oo cid la dul fadhiiso lama weerari jirin aadan baa la dhageysan subaxa haduu aadan ka yeero lama weerareen dii aadan laga weeyay waa la wareeri salaadu waxay ahayd calaamada islaamka ah ya ayuha alladina amanu mu'minin tiye idaa darabtum markaad socotaan fi sabilillahi alla darti oo duulimaada garo oo fatabayyanu hubsada adaysta wala taqulu hadhina لمن أحد القار هذي إليكم حقين السلامة نبت قليو أو موشي إسلامه لست مؤمنا السلامة نبت قليو موشي أو مؤمنا لست مؤمنا متيه هذا هنا تبتغون إذن كوربا دون يطلب يعرض الحياة الدنيا نلشان قابا هذا عادة تيار محي إذن ترفع عند الله مغانب كثير غنيبو يفرب ضبو الله إياه وذي لسان إنت يربحات kaga mermerisa kadalka sidaas aad kuntum ahaydeen min qabl hore faman allah allah ku galadeysay aleekum dushiina iimaan buu ku galadeysay fatabayyanu wa rubsadan idinku waagi hore sida ninkaasi yahay baad gaalo waayeen oo gaalo waayeen oo hadii gaalmi in idin dilo ay soo ragalahay ilaahay ba xaqi idin waafajiyay haysaga hadii allah xaq waafajiyay maxaad u dilaysaan way idinku waagi hore sidana aad ahaydeen kadalka sidaas yaad kuntum ahaydeen min qabl hor idinku ba gaalada ahaydeen hor faman allah aleikum allah wuxuu idinku galadeysa bil iiman fatabayyanu hubsada nimayho wa lagu laba celiyay in allah alla kaana wuxuu ahaaday bima tacmaluna waxaad camal falaysaan khabiiran kii xugugaal u ah war waxaad samaynaysaan allah ku arkee waxaa sheeka ah sheekh reejig digaadaha oo xir lahaa ya sadex xarhu lahaa buur mid walba meel tag aan lagu ogeyn meel aan cid kula joogin ku khalweey mid ba soo noqday baa la yiriyo sheekhu meel cilaaba wa soo waay buur meel walba ilaahay baa ila joogay yabni baa wa masalaa atiba allah khabeer xugo gaal buu ku yahay way subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala